والآن وقفة مع آخر أخبار المالي والأعمال وتفاصيل مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا هام وشكرا دينا. والآن إلى جولة مع مجموعة من الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان سجل ارتفاعا 1.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 650.8 مليون دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 64.6%. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية تسجلت 202.1 مليون دولار في 2022 مقابل 163.3 مليون دولار في 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.7%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان 869.3 مليون دولار مقابل 487.5 مليون دولار خلال عامي المقارنة بنسبة ارتفاع قدرها 78.3%. أشاد البنك الدولي بوفاء الحكومة بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بالصعيد والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج. وقال وزير التنمية المحلية هشام أمنة إن برنامج التنمية المحلية بالصعيد نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال تنفيذ مشروعات بنى تحتية وخدمية بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 16.39 مليار جنيه منذ عام 2018. حصل البنك المركزي المصري على شهادة الجودة الأيزو في مجال استمرارية الأعمال نتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكافة العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ. وتعكس الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به البنك المركزي في مجال استمرارية الأعمال بدءا من عمليات التحليل والقياس مرورا بتصميم وتنفيذ وتطوير نظام استمرارية العمل. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعدما توقفت مؤقتا مفاوضات رفع سقف الدين العام بين الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن، وهو ما يهدد بتخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، الأمر الذي سيقلل الطلب على الطاقة. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 0.8% لتسجل أو لتصل إلى 75 دولارا و 58 سنتا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3% لتسجل 71 دولارا و 69 سنتا للبرميل. وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.22% لتسجل دولارين و 35 سنتا للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 27% لتسجل دولارين و 59 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أجرى الاتحاد الأوروبي مباحثات مع الأرجنتين وتشيلي من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقيات تضمن زيادة الوصول إلى المعادن الحيوية مثل الليثيوم الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في إطار ما سعى الاتحاد لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بسيارات كهربائية خالصة بحلول عام 2035. وأوضحت المفاوضات الأوروبية أن البدء في توقيع مثل هذه التفاهمات الأولية يمكن التوصل إليه في غضون بضعة أشهر، ومن الممكن توسيع نطاقها لتشمل دول أمريكا الجنوبية الأخرى. نهاية أخبار اقتصاد من جديد. أعود إلى إلهام ودينا. محمد عبد الله شكرا لك.